كيف حالكم؟ اليوم سوف نتحدث عن المسلسل الكوري الذي لاقى كمية ضجيج كبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في أمريكا. ما هو؟ لعبة الحبار. يا أصدقائي، هذا مسلسل لعبة الحبار عبارة عن 9 حلقات أمامنا. هذا سيونغ. سيونغ في عليه مصاري، في ناس بدأ منه مصاري. هون خبط ببنت، هاي البنت سرقته، هاي البنت انتبهوا عليها كتير كتير مهمة، راح تكون بأحداث المسلسل. هلأ هون طلبوا منه المصاري بعد ما عرفوا انه ربح بلعبة الإمار. هون فجأة بيطلع قدامه شخص، فسيونغ بيطلع على المسدس بيقول له اعطيني سيجارة، بيقول له طب ليك راح نلعب لعبة انا وياك، راح تكون اللعبة امامكم مثل ما انكم شايفينها صناديق. قال له اذا ربحت فراح تربح معانا مبلغ مالي، فقال له موافق فلعب. فخسر سيونغ، فلعب الشخص فربح، فقال له انا ما معي مصاري كيف بدي اعطيك، فشال ضربه كف. استغرب انه ليش عم تضرب، فقال له خلص هي بدال المصاري. فرجع لعب سيونغ مرة مرتين ثلاثة حتى ربح سيونغ. فبعد ما ربح شمر عن زنده بده يضربه، فقال له طول بالك يا رجل، شبك هاي مبلغ من المال مقابل اللعب للعبته. فهلا هون سيونغ اللعبة عجبته كتير، فعطاه الكرت قال له إن حبيت اللعبة حاكيني. فهو راجع سيونغ، فبيشوف المرة، بيشوف صورة ابنه وهو لابس البدلة، فبيقول شو هاد، وين نحن قلنا وين. فسيونغ هون مبسوط كتير انه ربح المصاري، بس لكن ما بتكمل فرحته. ليش؟ فهو امه بتقول له يا سيونغ مرتك السابقة راح تسافر هي وبنتك، اذا ما امنت مصاري بالمحكمة كرمال تضل بنتك عندك، فخلاص البنت راح تروح تسافر برات كوريا. فهون سيونغ ما بضل قدامه امل غير اللي هو، بضل قدامه امل وحيد هو بيقلب هون بصور بنته. فشو بده يساوي فأول ما بيخطر بباله الرقم الشخص، فبيحكي مع الشخص كرمال يفوت اللعبة. فهلا هون نطر الشخص، فبتيجي السيارة، فبيطلع بيطلع هيك، طب هاي الناس نايمين، شو القصة ليش نايمين يعني؟ بيستغرب سيونغ من العملية هاي. ففجأة بيفيق، فبيلاقي حاله داخل اللعبة، فنحن وين وين؟ فهذا الشخص اللي قدامنا هون هاي الشخصية المهمة في اللعبة. وهون عندنا سيونغ ايضا من الشخصيات المهمة في اللعبة، فهذا الشخص الشرير كمان هون كمان هاد شخصية مهمة باللعبة، هاي الشخصيات المهمة باللعبة عم نذكر لكم اياها. هون اجى بده يضرب البنت، فحب يدافع عنها، فهي البنت نفسها هي اللي سرقته. هلا هون دخلوا الرجال الاساسيين باللعبة وهن الشخصيات اللي راح تمشي باللعبة. فهلا هون بيسألون بيستغربوا انه نحن ليش جبتونا لهون، انه شو بدنا نعمل، شو بدنا نساوي. فقالوا لهم انتم مضطرين تلعبوا هاللعبة. فقالوا فهون هذا الشخص اللي كان بالصورة مع امه، فقال له ليش يعني مضطرين، شو السبب وليش؟ فقال له انتم كلياتكم. فهون طفوا الاضاءة، شغلوا لهم انه كل شخص عليه دين مثل ما قلتلكم بداية الفيديو لعبة قمار، اذا ربح هو ربح 40,000 دولار، اذا خسروا قدامهم هو الموت. يا اصدقائي مثل ما كنتم شايفين معنا كيف عم نسويكم عم نحكيكم القصة، فبتمنى تكون هيك نالت اعجابكم او يعني وصلتكم فكرة اللعبة شو هي اللعبة. خلونا نكفي معاكم كمالة القصة. يا اصدقائي بقى هلا هون بعد ما اضطروا انه يوقعوا العقود كرمال يلعبوا اللعبة، هلا هون اللعبة عبارة عن 3 عقود 3 شروط باللعبة، فهن وافقوا عليها اجباري غصب عنهم، بدهم يلعبوا في عليهم دين مضطرين. فهلا هون عم وقعوا العقود فكرمال يلعبوا اللعبة، فهلا رح يبلشوا يا شباب رح يبلشوا يلعبوا اللعبة، ورح يطلعون على الساحة ورح تبدأ اللعبة. اللعبة رح تكون مخيفة ممتعة نفس الوقت. هلا هون مثل ما قلت لكم طلعوا على الساحة الشباب وما يلعبوا اللعبة. فهلا هون ضيوفكم بيجي عند الشخص بيقول لك انت المتصور بدلة رسمية واحوالك غير، وين طلعت شحال مثل شو عم تعمل هون؟ فهلا هون بيجي الامر كرمال يبدأوا الشباب اللعبة، رح نشوف كيف اللعبة وكيف رح يلعبوها، شو هي اللعبة وشو طريقة اللعبة. هلا هي اللعبة عبارة عن دمية، هلا رح تشوفوا معانا الدمية كيف رح تكون حركاتها وشو الأساسيات اللعبة.
هلا الشباب رح يبلشوا اللعبه، هي اللعبه الدميه اللي قدامنا هي عباره هي عن كل القصه وكل الحكايه وكل اللعبه. هلا لما تكون ظهرها هيك يم الشجره فالشباب بدهم يمشوا، لا بدهم يرقدوا، فاللعبه رح تبدا. لما يبدا الوقت رح يرقدوا الشباب، هون الشاب الاشقر بحاول يكون الاول، فلما رقد فلقطته اللعبه، فهون طلع صوت، صوتات وصوت نار عملوا هاد. هون صديقنا بده يحرق، ما بيقدر ايضا بطلت اللعبة. يا ترى شو اللي رح يصير باللعبة، شو اللعبة الخرافية هي المجنونة، ما بعرف شو اللعبة المجنونة، الشخص العجوز اللي اخترعها يعني اللعبة مجنونة بكل معنى الكلمة. هلا رح نتابع مع بعضنا كفاية القصة. هون هو عم يركض بنت وعمله دم بيطرش على وجه البنت، هي البنت بالشخصيات المهمة. هون بصير احباط بالشباب، شو اللي عم بصير في هاللعبة المجنونة. ايه شباب مثل ما شفتوا معانا بهاللعبة المجنونة والدمية بقواس، شو اللي صار العالم فاتت ببعضها، يعني شو هاللعبة هي ما بعرف يعني. لعبة مثيرة كتير كتير، لعبة كتير حلوة، بس لكن يا ترى هلا الشباب رح يقدروا يطلعوا برات اللعبة او لا؟ لهون رح نوقف قصتنا، وانتوا اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم، رح يقدروا يطلعوا ولا رح يكفوا اللعبة يا ترى؟ ايه شباب جويس، وصلنا هون لنهاية الحلقة، فبتمنى من الجميع لا تنسونا من دعمكم بالسبسكرايب بالاشتراك وتفعيل الجرس، واذا عجبتكم القصة حتى نكفيها بالاسبوع الجاي او بالفيديو القادم اعطوني ارائكم، وقولوا لي اذا عجبتكم حتى نكفي القصة.